عنوان المباراة بالأمس كانت فعلا الفرص الضائعة للنادي الأهلي. ليه ده حصل؟ ايه كانت المشكلة؟ هل كنا داخلين واثقين زيادة عن اللزوم؟ هل كان في يعني تراخي من اللعيبة؟ هل الفريق الآخر كان مذاكرنا بزيادة؟ ايه اللي حصل يوصلنا ان احنا نضيع فرص بهذا الشكل رغم ان احنا لعبنا كويس؟ وزي ما كنت بقول لحضراتكم المباراة كده لو بصيت عليها تلاقي ان الفرصة بتاعت الأهلي كانت كبيرة جدا واكبر جدا. فهو في ايه بيحصل؟ كابتن ماهر، تمام تمام طبعا، خلينا نرحب بيه نجم الاهلي السابق، بس احنا عايزين اجابه بعد طبعًا. صباح الخير يا رب. صباح الخير بجد، الواحد زعلان. طبعا بقول لك يا كابتن ماهر، يوم غير عادي. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. يوم غير عادي على الكره المصريه بصراحه. يعني ايه بقى؟ هو كده دروس مستفاده لازم نستفاد منها. من ضمن الدروس انك انت ممكن تخسر على ملعبك، وممكن يكون يوم مش يومك من ناحية الإدارة الفنية، من ناحية مذاكرة الفريق، الخصم، من ناحية اللعيب، الفرص الضائعة اللي اتكلمت عليها نهواند في بداية كلامها، فرص غريبة الشكل كتير قوي. طب ما هو ليه الشوط الأولاني يمكن ليه فرص غريبة الشكل وليه كتير قوي؟ ليه دايما بيبقى مش دايما بس ساعات كتير بنتفاجئ بأن احنا عندنا مشكلة في الفينشنج، تلاقي جملة زي الفل يعني فيها كل حاجة مطلوبة ما عدا الفينشنج، والفينشنج ده هو معناها التهديف، معناها ان احنا نحرز أهداف أو نهدرها. عفوا، احنا شفنا في ماتش مثلا المقاصه شفنا كوره حلوه، شفنا لعب حلو، شفنا عرضيات قفشه اللذيذه الحلوه اللي بتوصلنا لغايه المرمى المنافس، وشفنا حاجات كتير قوي افتقدناها الى حد كبير في مباراه الامس. هل حضرتك برضو نفس الانطباع ده عندك؟ هل افتقدت اللي شفته في المقاصه في ماتش سان داونز؟ طبعا يا كريم، عايز اقول لك ان بتختلف، بس يعني المقاصه احنا في الدوري المحلي رحنا لسان داونز المستوى اعلى، بطل من ابطال افريقيا برضك، مذاكره كويس بقى، لعب المباراه المريخ في مصر تعادل فيها 0-0، وفضل بقى مستني لقائك. حته التحضير للقاء واضح قوي ان هم كانوا مذاكريننا كويس قوي، وواضح ان هم اول مره سان داونز يلعب بتكتل دفاعي طوال 90 دقيقه في 30 ياردة في نص ملعبه، ودي برضك بتعمل لنا مشاكل كبيره جدا يا كريم. قال لك احنا في حته الاختراق وقفنا وعطلنا مفاتيح لعب النادي. بالظبط بالظبط، فدي من ضمن الاسلحه اللي بدات الفرق تتعامل فيها مع النادي الاهلي، اذا كان محليا او اذا كان افريقيا. ليه بقى؟ نتيجه البطولات اللي انت حققتها، المستوى اللي انت وصلت اليه، فبقت الناس بتذاكرك بشكل احترافي، وبتحاول على قد ما تقدر ان هي تعطلك. سان داونز احترمك بشكل كبير جدا في بدايه اللقاء، واول مره اشوفهم بيلعبوا بالزون ده او بالتنظيم الدفاعي ده. يعني المرتين اللي قابلناهم قبل كده كانوا بيلعبوا كره متطوره، كره حديثه فيها يعني فتح في الخطوط بشكل كبير، عشان كده قدرنا ان احنا نقدر في نص ملعبهم نقدر ننول منهم وقدرنا نكسبهم. المره دي هم عملوا العكس، بداوا يقفلوا 30 ياردة في نص ملعبهم ويدافعوا بشكل كبير جدا، فالتكتل الدفاعي بيساعدهم بشكل كبير، انه بيديله ثقه انه ما بيجيش فيه. احنا بقى عندنا الثقه بتيجي لما بتجيب في اول ربع ساعه، يعني طول عمر النادي الاهلي لما بيجيب جول اول ربع ساعه تلت ساعه بيضغط على الفرقه من قدام، بيبدا يحرز هدف، بتبدا الدنيا تتفتح معاك. فالنادي الاهلي حاول بصراحه، يمكن الشوط الاولاني عندنا يمكن اربع خمس فرص ضاعوا بشكل كبير جدا، ومنهم الفرصه بتاعت علي معلول اللي لعبها، اللي حمدي فتحي لعبها بدماغه، واخد بالك، ضربت في المدافع وخرجت كورنر. دي كانت اقرب فرصه في الشوط الاول نقدر نسجل من خلالها، والجيم كان يتفتح، كنت هتلاقي جيم تاني بشكل تاني غير الاداء اللي احنا شفناه بالنسبه لسان داونز. الحاجه الثانيه ان احنا الشوط الثاني حاولنا، يعني اكتر من ست سبع فرص برضك ضاعت مننا، ويمكن الفرصه اللي كانت اكيده لحارس المرمى الكره اللي صدها خارج ال 18 رجعت لقفشه، كان مفروض ان دي قفشه، يعني دي لعبته، دي حاجته، يقدر يجيب منها جول. الحاجه كمان الغريبه كريم نهواند، ان احنا الثلاثه اللي قدامانيين في بدايه المباراه المهاجمين اللي احنا بنعتمد عليهم كانوا يعني مش في حالتهم الطبيعيه، مش فايقين. احنا عندنا مش